تكلمنا عن راوند روبن التقسيم الزمني. هذا النوع من الخوارزميات صمم خصيصا للنظم اللي تستخدم المشاركة الزمنية أو التايم شيرينج، فلكل عملية حصة زمنية داخل المعالج تخرج بعدها من المعالج لتدخل العملية التي تلاها، فتأخذ نفس الحصة الزمنية اللي أخذت العملية الأولى، وهكذا يتم تقسيم زمن المعالج بحيث تأخذ كل عملية حصة بالمعالج ثم تبدأ من جديد. فالخوارزمية تعمل بطريقة تشبه خوارزمية القادم أولا يخدم أولا، لكن مع إمكانية توقيف كل عملية إذا كانت تمت فترة زمنية مقرر لها داخل المعالج، حيث تحدد الحصة الزمنية quantum or time slice بقيمة صغيرة تتراوح بين 10 إلى 100 ملي ثانية. شنو صاير هنا؟ في راوند روبن في تايم شيرينج. شنو التايم شيرينج؟ أنا البروسيسور يأخذ الشيديولر يخدم الكيو لينك، الكيو يخدم الكيو ريدي يخدم يدير اللودينج للبروسيسور ويعطي شنو الزمن تايم للبروسيسور، مجرد إنه يجي يبدأ ينفذ فيه. لكن شنو صاير في نفس الوقت؟ عينهم على شكون؟ عينهم على الزمن المخصص ليه، مش عينهم على زمن الاكتمال. يعني هنا صاير هنا نوع من الفيرنس، يسمون فيه نوع من العدل، بمعنى ان انا وفي نفس الوقت كويس ومش كويس. علاش؟ لما يبدا البروسس فتره زمنيه متاع طويله، البروسس تنفيذه ياخذ فتره زمنيه طويله زمن الاكتمال، هنا مرات يعطل البروسس باش يتنفذ. لان شنو صاير؟ ان البروسيسور وقت بيعطوه 10 ثواني وهو يبي يعيش 35 ملي ثانيه، في الحاله هذه شو بيصير له؟ بنفذه 10 ملي سكند، بالتالي ينحوه بدل ديسبوسينج من البروسيسور بدل الواحد ثاني باهي بينفذ، بيعطوه 10 ملي سكند وبنحوه حتى ينفذ. البروسيسور البروسيس اللي هي البروسيس اللي هي زمنها صغير، البروسيس اللي زمنها صغير في الحالة هذه بتتنفذ بسرعة، يعني مش حتستنى فترة طويلة. والبروسيس لفترة اللي تحتاج زمن كبير هنا هذه تاخذ وقت فترة طويلة، لان شنو صاير؟ انها بتتنفذ على حسب شني، يتنفذ جزء منها بس، جزء منها على حسب الزمن اللي حطوه، على حسب الكوانتم او التايم سلايس، على حسب الحصة الزمنية الكوانتم او التايم سلايس اللي محدوله داخل البروسيس. هنا في نوع من الفيرنس. طبعا هنا شنو يشتغلوا كيف يديروا؟ يستخدموا في الخوارزمية بتاع فرست سيرف هو اللي مدايرينه، بحيث ان اللي يجي هو الاول هو اللي يخدموه، يقوم المجدول بتقسيم زمن المعالج بين العمليات، فتعطى كل عملية حصة زمنية محددة داخل المعالج، ويتم تحديد الفترة الزمنية لكل عملية فيما يسمى الكوانتم. فإذا كان قيمة الكوانتم هي 10، فهذا يعني أن المجدول سيسمح لكل عملية أن تنفذ في المعالج لمدة 10 ملي ثانية، ثم تخرج ترجع لنهاية صف الانتظاريات، هنا تطلع يعني النهاية، وتدخل عملية تلاها تأخذ 10 ملي ثانية، وهكذا. إذا كان الزمن اللي تحتاج العملية أقل من الحصة المقررة، فستأخذ العملية ما تحتاجها من الحصة وتخرج لتدخل العملية تلاها. مثلا إذا كان العملية تحتاج 3 ملي ثانية وكانت الحصة المقررة للعملية هي 10 ملي ثانية، فسمتك 10 ملي 3 ملي ثانية وليست 10 ملي ثانية. لا توجد عمليات طبعا قابلة للتوقف لهذه الخوارزمية، في كل عملية ستجب على التوقف عند اكتمال حصتها بالمعالج. هني شن صاير؟ طبعا هني شن صاير؟ البروسس او الشديولر، هني الشديولر وظيفة الشديولر هو بيقسم زمن المعالج بين العمليات، فتعطى كل عملية حصة زمنية محددة داخل المعالج، ويتم تحديد الفترة الزمنية، لكل عملية فيما يسمى الكوانتم. فإذا كان قيمة الكوانتم هي 10، فهذا يعني أن المجدول البروسس سيسمح لكل عملية أن تنفذ في المعالج لمدة 10 ملي سكند. فإذا هنا ثم تخرج ترجع لنهاية صف الانتظار وتدخل العملية تلاها لتأخذ 10 ملي سكند، وهكذا. إذا هنا المجدول يقوم بتقسيم زمن المعالج بين العمليات، فتعطي كل عملية حصة زمنية محددة، وتم تحديد العملية بما يسمى بالكوانتم،
إذا كانت قيمة الكوانتم هي 10 فده يعني أن المجدول سيسمح لكل عملية أن تنفذ مدة 10. هني شو صاير؟ ما فيش شيء دايناميك، ما فيش على حسب الزمن الاحتمالي بحسبة معينة، لا 10 ثابتة للكل، 15 ثابتة للكل، 20 ثابتة للكل، وهكذا. تمت العشرة خلاص يديرها ديسبوسنج من البروسيسور، البروسيس ينحوه من البروسيسور ويرجع لنهاية الاند الكيو، تدخل العملية اللي تلاها. إذا كان الزمن اللي تحتاج العملية أقل من الحصة المقررة في الحالة دي، إذا كان أنت هنا تهني البروسيسور، إذا كان قلنا 10 والبروسيس يبي 2، يبي 1 ملي سكند أو 3 من 2 ملي سكند، في الحالة هذه يتنفذ ياخذ 3 ملي سكند وش نصير وخلاص يطلع، وليست 10، ما يقعدش يستنى لل 10، ما يقعدش حسب على حسب المعالج على حسب الفترة الزمنية اللي مدارينها له. إذا كان مثلا 15 وهو 5 خلاص حينفذ في الخمسة ويتنحى، حينفذ في الخمسة شني ويتنحى. هذا هو. طبعا هني شنو صاير؟ هني يعتبر زي البرمبتيف، يعني شنو صاير؟ مجرد انك انت البروسيس يو جو، مجرد انه هو تم الفترة الزمنية اللي محددها لك خلال الكوانتم من خلال الشديولر خلاص توقف، سواء كملت ولا ما كملتش، يعني البروسيس سواء كمل ولا كملش، التزام الزمن الاكتمال بتاعه اكتر فهو بيتنحى يعني. فهذا هو راوند روبن. طبعا هنا نقول لك الزمن البروسيس اللي هو الفترة الزمنية بتاعه عالية، هذا بياخد فترة زمنية طويلة يعني التايم بتاعه يكون عالي هلبة، لكن البروسيس اللي زمن بتاعه اقل يعتبر سريع، فهمت؟ هي مش هيستنى يعني، حتى زمن حيكون عالي هلبة، يعني زمن الانتظار حيكون مش عالي هلبة. في الجدول التالي عمليات حددت لها حصة زمنية تساوي 4 ملي ثانية، يعني احسب زمن كل مثال. اذا احنا عندنا مثال في الجدول التالي عمليات حددت لها حصة زمنية كوانتم تساوي 4 ملي ثانية، احسب كل زمن متوسط الانتظار، احسب كل منه متوسط زمن الانتظار ومتوسط زمن الاكتمال لهذه العملية. باهي في الجدول التالي عمليات حددت لها حصة زمنية الكوانتم تساوي 4 ملي سكند، احسب كل من متوسط زمن الانتظار وتوسط زمن الاكتمال لهذه العملية. هنا الزمن والعملية، العملية process P1 P2 P3 الزمن 24 ملي سكند، عندك الزمن الثاني 3 ملي سكند، الثالث 3 ملي سكند، اذا P1 24 P2 3 P3 3. اذا هنا في الجدول التالي عمليات حددت لها حصة زمنية تساوي 4 ملي سكند، احسب كل متوسط زمن الانتظار وتوسط زمن الاكتمال لهذه العملية. اذا هنا البروسيس P1 والP2 والP3 الزمن بتاعها 24 و3 و3. تو احنا هنا ريت هنا الزمن البي 1 اذا كان 4 ملي ثانية معناها تبي حوالي، اعتقد والله اعلم، تبي على 6 مراحل باش تتم، لان يعني هنا اول حاجة مش حيشبحوا للشورتست، يعني مش يقول هنا البي 2 وبي 3 اقل، لا حيديروا السيرف للي للبي 1 يعطوها 24، يعطوها 4 تمام، يعطوها 4 ملي سكند. بعدين شو بيصير؟ بعدين تطلع ترجع لنهاية الكيو جي البي 2 تتنفذ. ميزة لما تتنفذ حتنفذ فترة زمنية اقل من 4 ملي سكند، يتفضل 1 ملي سكند خلاص تم. الجي الثاني البي 3 حتتنفذ، لما تتنفذ البي 3 حتى تاخذ 3 ملي سكند وتتنحى، بعدين ترجع البي 1. البي 1 هنا في الحاله هذه محظوظه، حتقعد تتنفذ لان ما عادش شيء في الكيو، حتاخذ فتره كلها بعدين، يعني قداش حوالي 21 ملي سكند حيتنفذ لان ما عادش شيء بكل خلاص ما عادش فيه. في الحاله هذه شنو صاير هنا؟ البي 1 حتى تكون يعني تاخذ حصه اكثر يعني، لكن لو كان جيب بروسس ثاني فترة زمنية بتاع 2 حيستنى في الكيو، فترة زمنية بتاع 2 هذا في الحالة هذه شنو صاير؟ بي 1 حتقعد 4، لكن هنا شنو صاير؟ بقول لكم على حاجة، بعد ما تتم البي 2 بي 3 حتقعد بي 1 بروحها، فكل 4 ملي سكند الشيديولر بيشوف يشوف الكيو هل فيه ولا لا، إذا كان فيه معناه
بيوقفه. اذا كان ما فيش حيخليه شني يعطيه 4 ملي سكند ثانيه حصه زمنيه جديده اضافيه كوانتم ثانيه. هل الكوانتم الثانيه هي يعطيها له بحيث انه شني ينفذ مره ثانيه ويدير تشيك على الكيو. اذا كان فيه تمام ما فيش يعني يزيد 4 ملي سكند. اذا كان فيه هنا بيوقفه. هل تشارتوا يوضح لنا كيف تمت العمليه؟ البي 1 من 0 ل 4 تم يتنحى من 4 ل 7 بي 2 بعد تالي من 7 ل 10 البي 3 بعد تالي شنو صاير؟ ريت هنا زي ما حكيت لكم البي 1 من 10 ل 14 تمت الحصه ال 4 ملي سكند بيشوف الشديور بالكيو هل فيه ولا لا؟ ما فيش اها بيتنحى بيدير تشيك. اذا كان فيه من حيه من البروسيسور بيرد للكيو في الحاله هذه ما فيش يعني يزيد 4 ملي سكند ثانيه من 10 ل 14 14 ل 18 يعطي فتره زمنيه فتره للبروسيسور يقعد ينفذ في البروسيس. اذا البي 1 هذا البروسيس هذا حيعطيه من 4 ل 18 وبعد تالي من 18 ل 22 حتى هي في الزمن بتاع 22 ملي سكند يدير تشيك هل فيه لا ما فيش خلي يعطيه في 4 ثانيات ل 26 اي لو اي لحظه جاء بروسس ثاني وكان حتى ولو كان زمن تاع عالي حينحيه وحطك يعطيه حتى 4 ملي سكند يعطيه شني 4 ملي سكند به ويجي وكان ما فيش يعطيه 4 ليه يتم زمن الاكتمال بتاعه به. لو حسبنا زمن الانتظار بتاع البي 1 عباره عن شنو؟ عبارة عن صفر لان اول ما جاء سيرف فرست سيرف فرست كم فرست سيرف اول واحد يجي هو اول واحد يخدمه البروسيسور طبعا هذا الخوارزميه حيعطيه 4 ثواني. بعد تالي شب قداش بيحسب زمن انتظار؟ عنده زمنين من 4 ل 7 دم 3 ومن 7 ل 3 3 فهمت. هنا حيقعد شني حيستنى قداش؟ حيستنى 6 6 ملي سكند. كيف 6 ملي سكند؟ هي تولوجي تحسب الزمن من 0 ل 10 عنده من الصفر للأربعة أهما بتاعه هو مش حنحسبوهم بش اللي يفضل الستة ملي سكند بتاع البي 2 والبي 3 هذا بالنسبة للبي 1 ده ستة ملي سكند. بالنسبة لزمن الانتظار بتاع البي 2 من الصفر للأربعة يعني 4 ملي سكند. بالنسبة للبي 3 هو أمتى جي بعد البي 2 في اسمه زمن الانتظار بتاعه شني جي مع أسف يعني جي بعد البي 2 فقداش بيستنى؟ بيستنى من الصفر للسبعة 7 ملي سكند. سبعة عبارة عشان الأربعة اللي محددهم سلايس بي 1 وبعد تالي عنده من الثلاثة ملي سكند اللي هي بتاع زمن تنفيذ البروسس البي 2 إذا أنا عندك من الصفر للسبعة ملي سكند. لو جينا احنا متوسط زمن الانتظار عبارة عن شنو؟ ستة زائد أربعة زائد سبعة الستة بتاع البي 1 الأربعة بتاع البي 2 والسبعة بتاع البي 3 ستة زائد أربعة زائد سبعة على ثلاثة طبعا هما ثلاثة بروسس متوسطهم حيطلعوا 5.767 ملي سكند. زمن الاكتمال متوسط بالنسبة للبي 1 بناخذ البي 2 البي 2 عبارة عن شنو؟ عبارة عن من الأربعة لثلاثة سبعة ملي سكند. معلش حسبنا سبعة ملي سكند لأن بنحسب الفترة حتى الانتظار بتاعها يعني وهي فترة الانتظار حتى هي محسوبة. بالتالي شن صاير فترة الانتظار معناها شن؟ البي 2 سبعة البي 3 عشرة لأن هي قعدت من الصفر للعشرة لأن قعدت فترة طويلة للأسف البي 2 للسبعة يعني من أخذنا سبعة ملي سكند من الصفر للسبعة يعني شن صاير من ضمن حتى الانتظار. البي 3 هي صح قعدت 3 ملي سكند لكن قعدت 7 ملي سكند في الانتظار يعني شنو صاير؟ هذا 10. نجولي نعاودها مره ثانيه. البي 2 7 على 7 بتحسب زمن الانتظار هو 4 ملي سكند زائد زمن التنفيذ بتاعها 3. هنا زمن الاكتمال مقصود به زمن التنفيذ يعتبر فيه زمن الانتظار زائد زمن التنفيذ. زمن الانتظار زائد زمن التنفيذ هو زمن الاكتمال. البي 3 10 علاش؟ لأن 3 تنفيذ و7 اكتمال 7 شنو؟
صار شنو اكتمال 7 شنو صار؟ صار اكتمال. اذا شنو صاير هنا؟ عندنا شنو 10 زمن 10 بقى. هنا شنو صاير بقى؟ نشوف البي 1، البي 1 عباره عن شنو؟ عباره عن 30 كله، ياخذ التشارت كله من 0 الى 30. طبعا هنا خدها حسبناها طول، لان شنو فيها توقفات وفيها انتظار وفيها عده اشياء. فهنا في الحاله هذه، في الحاله هذه قداش خديه؟ خديه 30، 30 زائد 7 زائد 10 على 3، المتوسط بتاعهم 15.67، 15.67. اذا كانت الحصه الزمنيه لكل عمليه هي 20 ملي سكند، احسب متوسط زمن الانتظار. اذا كان الحصه الزمنيه لكل عمليه هي 20 ملي سكند، احسب متوسط زمن الانتظار. عباره عن شنو؟ عباره عن هنا الزمن البي 1 53، البي 2 17، البي 3 68، البي 4، البي 4 عباره عن شنو؟ 24. البي 4 عباره عن شنو؟ 24. اذا هنا قداش احسب حصه زمنيه لكل عمليه هي 20 ملي سكند. هني يعني البي 1 طبعا بدنا نخدم، هي لولا زي ما نقولوا الزمن 53، بعد ال 20 ملي سكند بتوقف البي 1 وبتجي بعد البي 4، بتجي تتنفذ البي 2. البي 2 زمنها 17، هياخذ ال 17 ملي سكند، معناها حتنفذ كلها البي 2، يفضل 3 ملي سكند. بعدين نجي البي 3، البي 3 68، حيتنفذ ال 20 الاولاد، وبالتالي شنو؟ 20 ملي سكند، وترجع بعد تحت البي 4، تجي البي 4 تنفذ اللي قداش مازولها 4، لان هي عندها 20، 4 حتنفذهم. بعد ترجع شنو؟ جي بي 4 حتوقف، تجي بعد البي حتجي طبعا هنا نحن البي 3 بي 4، بعدين بتجي تحت شنو؟ بتتنفذ بتجي بعد البي 3. نجي البي 1 حتتنفذ، ياخذوا منها 20 ثانيات وتوقف، تجي بعد البي 4 تنفذ، تقعد بين البي 3 والبي 4 والبي 1. يعني حد يتسابق يساوي راوند ريبن، هل سوف راوند ريبن؟ يعني هنا نعطيك كل واحد، نعطيه فترة زمنية، كل واحد شنو نعطيه في فترة زمنية ينفذ فيها، ينفذ فيها اللي الزمن اللي عليه هو اللي بيتنفذ. هذه هي الراوند تايم شيرنج. اذا هنا نعاود مرة ثانية، اذا كان الحصة الزمنية لكل عملية 20 ملي سكند، الكوانتم هو الشيديولر هو اللي حدده. اذا هذا يسوي فيه ال 20 ملي سكند، يسوي فيه الكوانتم او التايم سلايس، نفس متوسط زمن الانتظار، حساب زمن الانتظار. عندنا البي 1 عباره عن 53، البي 2 17، البي 3 68، البي 4 24. البي 4 عباره عن شنو؟ 24. به في الحاله هذه الزمن بتاع البي 1 50، البي 2 17، البي 3 67 68، البي 4 24. شو بيصير؟ هنا البي 1 حتاخذ 20، البي 2 17، البي 3 68، والبي 4 24. البي 4 شنو؟ 24 حينفذ ال 20 الاولاد تاع البي 1، بالتالي البي 2 حياخذها كلها، البي 3 حينفذ جزء ويرجع، البي 4 حتى ينفذ الجزء مزبله جزء هنا وهكذا. هنا في تايم، لكن شنو صاير؟ البي 1 والبي 3 حياخذ فتره زمنيه طويله باش يتنفذ. البي 3 بياخذ فتره زمنيه طويله باش ني باش يتنفذ. الشكل التالي يوضح تنفيذ العمليات داخل المعالج. عندك انت البي 1، البي 2، البي 3، البي 4، البي 1، البي 3، البي 4، البي 1، البي 3، البي 3. اذا هنا عندك انت من 0 ل 20، بالتالي من 0 ل 37، بالتالي من 0 ل 37 ل 57، بالتالي من 57 ل 77، بالتالي من 97، بالتالي 117، بالتالي 121، بالتالي 134، بالتالي 154، بالتالي 162. زمن الانتظار اذا هنا عندك انت من 0 لل 20، عندك انت 37، عندك 57. شنو صاير؟ ينفذ البي 1، ينفذ بي 1 اول 20 ما يكتملش. لو تلاحظوا البي 1 حيتم عشية الأولاد، بالتالي ينحيه الشديولر من البروسيسور، البروسيسور يدير له ريليس، يكلم البروسيسور الخاطب يدير له ريليس عن نحيه، ويجيب البروسيس الثاني. البروسيس الثاني طبعا في حاجة ممكن عليها ما تتلخبطوش، البروسيس بروحه والبروسيسور بروحه. البروسيسور اللي هو السي بي يو، أنا ما تنقل البروسيسور نقصد به السي بي يو، لكن البروسيس هو البرنامج لحظة التنفيذ.
طبعا انا بنعود لكم البرنامج اول حاجه عنده مراحل. الكود الكودينج تبي عباره عن اسطر ملف نصي يعتبر باي لغه، سي شارب، سي بلس بلس، فورتران، بايثون، وات ايفر ات از. بعدها شنو يصير؟ يتنفذ، يجي لي بي 2، بعد تالي يجي لك كومبايلر. الكومبايلر هو يبدا البرنامج، هو يبدا برنامج. بعدها شنو يصير؟ لما في لحظه تنفذ، لما تدير عليه كليك، يبدا ملف تنفيذي بعد ما يصير لك كومبايلر ولينكينج، يبدا شنو؟ يتحول الى برنامج تنفيذي. لما يبدا يصبح برنامج تنفيذي شنو يصير؟ لما يصبح برنامج تنفيذي خلاص يبدا التنفيذ، يبدا ملف تنفيذي، هذا يسمى فيه بروسيس. لما تدير كليك ويصير لودنج للبروسيسور باش يتنفذ للسي بي يو او البروسيسور، يبدا بروسيس، يبدا شنو؟ بروسيس. باه هنا شنو عندنا احنا هنا؟ اذا هنا البروسيس هذا البي 1 و بي 2 3 و 4 هم بروسيس، هو عباره عن برامج في لحظه التنفيذ، عباره عن شنو؟ اي اكس اي فايل. اي اكس اي فايل بيتم تنفيذه عن طريق شنو؟ سي بي يو، عن طريق سي بي يو. حبيت انا نعاود في الكلام باش تثبت عندكم. اذا هنا البي 1 حياخذ من 0 ل 20، بعد تالي البي 2 من 20 ل 37، البي 3 من 37 ل 57، البي 4 شنو يصير؟ البي 1 ياخذ 20 اول 20، بعد تالي بي 2 حياخذ من 20 ل 37، بياخذ من 20 ل 37، وبعد تالي البي 3 حياخذ من 37 ل 57. علاش البي 2؟ طبعا البي 2 من 20 ل 37 تقسم تطرحها تبدا تطلع لك شنو؟ 17، تطلع شنو؟ 17. بعد البي 3 عباره زد 37 زدها 20 تبدا شنو؟ 57، تبدا شنو؟ 57. بعدين البي 4 زدها 20 تبدا شنو؟ 77. تمت البي 4 بعدين بتزيد مره ثانيه، بتزيد 20 ثانيه تبدا 97. هذه شنو هي؟ البي 1. حترجع البي 1، لاحظوا البي 1 بسبب بعد الفور. بعدين شنو صاير؟ 97 زدها 20 يبدا البي 3 117. بعدين شنو يصير؟ البي 4 زدها 20 ثانيات تبدا شنو؟ البي 4 تبدا 121. يعني شن صاير البي 4؟ طبعا البي 4 شن صاير اللي فضلوا لها قداش؟ هم طبعا مش حتاخذ 4 ملي سكند، 4 ملي سكند. فشن صاير ال 117 لما البي 4 من 57 ل 77 هي الزمن تاعها 24، فلما صبحت من 57 ل 77 24، فضلت شن؟ يفضلوا 4 هنا في ال 117. علاش ال 121؟ لان هي 4 ملي سكند، لان هي شن؟ 4 ملي سكند، مش حتاخذ فتره طويله، 4 ملي سكند مش حتاخذ فتره طويله. في الحاله هذه حيعطوها 4 ملي سكند، تمت خلاص. هي شو صار في حاجه؟ يعني صح الشديول راح يجز لك 20، لكن راهو مش مرات انت مجرد انت تتم خلاص بيحسب لك الزمن بتاع التنفيذ بتاعك، بيدير لك ديسبوسنج من البروسيسور. يعني مش حتقعد تستنى في البروسيسور، البروسيس مش حيستنى في السي بي يو لل 20 ملي سكند، لا، مجرد تنفيذه للفتره الزمنيه كانت اقل هيحسب له فتره، يعني 4 ملي سكند تم زمن الانتظار التنفيذ، خلاص ينفذه وينحيه من يدير له ريليسنج من البروسيسور، يتنحى من السي بي يو، يتنحى من السي بي يو ويجي اللي بعده وهكذا. فهنا ال 20 هذه تعتبر اقصى قيمه، ال 20 هذه شنو تعتبر؟ شنو اقصى قيمه؟ با اذا هنا البي 4 117 121، البي 1 ترجع مره ثانيه حيحسبوا لها 20 ملي سكند، لكن شنو صاير؟ قداش فضلت لها هي؟ 20 و20 يعني ما حتكمل في المد الفتره اللي فضلوا لها من 121 ل 34 طبعا 13 بس باهي. ف تم ال 13 اللي ما زالوا لها، وبعدين ترجع البي 3 والبي 3 مره ثانيه يقعد في الاخير البي 3 بس الفتره تعتبر اطول. لو جيت تحسب زمن الانتظار بتاع البي 1 عباره عن 81، كيف 81؟ لان البي 1 عندها اول ما جت 0، بعدين قعدت من ال 20 ل 77، يعني قداش؟ حوالي من 77 ل 20 الزمن. طبعا هو يمثل شنو؟ ال 20 و 37 و 37 الزمن، يمثل زمن عبد الله اكس اكسز، من الزمن 77 لل 20 هذا فتره انتظار، اذا هنا 57. بعدين انتظار ثاني نفذت من 77 ل 97، مثلا عندنا انتظار من 97 ل 121 حتى هو انتظار. لما جيت تحسبهم حتلاقوا 81. زمن الانتظار تاع البي 2 يعتبر ال 20 الاولات تاع الملي سكند تاع البي 1 وخلاص صار له زمن التنفيذ. باه صار شنو؟ زمن التنفيذ. زمن الانتظار تاع البي 3 عباره عن 37 زائد 7 زائد من 97 ناقص 57 زائد
من 34 ناقص 117 يساوي 94. زمن الانتظار بتاع بي 4 57 زائد من 117 ناقص 77 هذا الانتظار يساوي 97. متوسط زمن الانتظار بتاع كلهم عبارة عن 81 زائد 20 زائد 94 زائد 97 على 4 يساوي 73 ملي. نشعر انه لما يكون البروسيسور فترة طويلة يعني في التايم شيرنج او الراوند ريبن، لو كان البروسيسور عنده فترة طويلة فالمشكلة هنا بتصير يعني يعني لحد ما تعتبر مشكلة يعني. علاش مشكلة؟ لأنه حي في فترة يعني بيتنفذ بيوقف بيتنفذ وبيوقف بيتنفذ وبيوقف به. أنا في حاجة ممكن معناها مثلا لما نقول مثلا 37 97 ناقص هذه الأزمنة عبارة عن شنو؟ لو قلنا احنا الإكس أكسس، الإكس أكسس لحظة تنفيذ البرنامج، لحظة التنفيذ هذه مثلناها بالإكس أكسس. فشن صاير؟ يبدأ من الصفر. تصور أنت في كاونتر، في عداد أو تايمر يخدم، التايمر يخدم هيك في اتجاه الإكس أكسس في اتجاه المحور السيني، في التايمر في اتجاه المحور السيني. فالتايمر هو في محور السيني حيبدأ 0 1 2 3 4 5 6 7. فالتوقفات هي الارقام هي 37 معناها في الزمن بتاع 37. في الزمن 97 وقف، الزمن 57 نقص. فانت بتحسب الفتره هي مثلا 97 ناقص 57 هاي شنو صاير؟ هذه راه عباره عن شنو؟ عباره عن تنفيذ لبروسيسور ثانيه، عباره عن تنفيذ شنو؟ البروسيس ثانيه، تنفيذ شنو؟ البروسيس ثانيه. بالتالي شنو صاير؟ انك انت هنا بتستنى تو هنا زمن الانتظار بتاع البي3 هنا البروسيس تنفيذ بتاع البروسيس بتاع هو البي3 بياخذ فتره طويله يعني 94 يعني اخذ فتره طويله لان زمن بتاع التنفيذ بتاع الاكتمال بتاعه طويل. فقديش توقف؟ حوالي اربع توقفات يعني هنا يعني ثلاثه توقفات 37 اول ما جاء طبعا، بعد ثاني عنده توقف ثاني من الزمن من 57 ل 97، وعندي الزمن الثاني من 117 الى 134 هذا الزمن البي 3. البي 4 عنده ثلاثه توقفات طبعا، استنى فضل ال 57 لولا انه هو كيف جه، بعدين عنده تنفذ جزء منه وقف، فمن 7 قعد منتظر من 77 الى 107 لل 117. طبعا في حاجه ممكن لو تلاحظوا ان لو تلاحظوا ان الزمن بين 77 و 57 قداش 20 ملي سكند يعني هذه هي. فهو بدا يتنفذ في لحظه الزمن 57 ملي سكند وقف في 77، بعتلي قعد ينتظر من 117 بعتلي تنفذ وكمل كله. به هنا عندنا هنا طبعا متوسط زمن الانتظار عباره عن 81 زائد 20 زائد 94 زائد شنو؟ زائد 97 قسمناه على 4 طلع لنا شنو؟ 73. قسمناه على 4 طلع شنو؟ 73 ملي ثانيه. به لو جينا احنا تكلمنا عليه برنامج محاكاه كبرنامج بسيط، ممكن اي طالب لو نطلب منكم هوم وورك تقدروا تكتبوا لي برنامج محاكاه للراوند روبن نيدرو شيدجول الزهيه كلها برامج محاكاه الخوارزميه تقدر لو انت تكتبها سواء بلغه سي بلس بلس ولا سي العاديه ولا سي بلس سي شارب تقدر انت تدير عمل محاكاه يعني تفهمهم. يعني زي نقول احنا مثلا الراوند روبن، الراوند روبن انت تعطي الزمن وقول مثلا كل بروسيس تعطيه فتره زمنيه، فتره نقدر نديروا محاكاه لها يعني سهله، نقدر نديروا برنامج محاكاه ليه. يمكن نزله حتى مشروع يعني سيموليشن موديل للشيديولر الجوريثمز، يعني سيموليشن موديل للشيديولر الجوريثمز نقدر احنا نستخدمها. يعني في الحاله هذه تقدر تحسب البي 1 البي 2 بي 3 بي 4 ونديروا محاكاه يعني للشيديولر، عباره عن نعطوا مثلا البروسيس الاول البروسيس الثاني البروسيس الثالث، نقدر ندخله حتى اللود بالانس، اللود بالانس حتى هو نقدروا نديروه ما فيش مشكله. يعني نقدر ندير انهانسمنت للراوند ريبن بحيث انه في نوع من اللود بالانس، نشوف كيف ندخله في اللود بالانس عادي. فيه كيف يعني شيدولينج تايم بحيث انه نشوفه فيرنس اكثر ما يمكن، فهمت؟ فهذا برنامج محاكاه توفي. لو تكلمنا عليه السوفت وير هذا احد واحد من يعني كتبه الخوارزميه هذه مكتوبه بالفيجوال بيزك دوت نت، الشكل هذا يوضح لنا يعني لكل الالجوريثمز الراوند روبن البرمبتيف
تاع الاس اس جي اف اف، والاس جي اف نون برامتيف، والاف سي اف اس يعني هنا شورتست جوب فيرست اللي هو الراوند ريب الاول، والثاني شورت اس جي اف هي اختصار ل ل اس جي اف اللي هو البرامتيف شورت جوب فيرست. البرامتيف هنا التوقف، اس جي اف اف نون برامتيف يعني ما توقفش، وبالتالي اف سي اف اف سي اف اس اللي هو فيرست كم فيرست سيرف، الفيرست كم فيرست سيرف الأولوية. طبعا فيها حتى البرايورتي أولوية بتاعهم، زمن العملية، زمن العملية قداش، وزمن الوصول واسم العملية. طبعا احنا هنا هيحسب لك شنو متوسط زمن الانتظار، يعني هي اسم العملية P1 P2 P3 P4 P5، زمن الوصول بتاعهم مثلا P1 وصول للصفر، زمن الوصول بتاع P2 بعد 2 ملي سكند، P3 بعد 4 ملي سكند، والبي 4 بعد 6 ملي سكند، البي 5 بعد 9 ملي سكند، بعد 9 ملي سكند. زمن العملية الأولى 10، زمن العملية الثانية 1 2 1 5. عندك أنت الأولوية 3 1 3 4 2 3 4 1 2 4 2. طبعا هنا زمن الانتظار لو باستخدام الاف سي اف حيكون يختلف باستخدام الاس جي اف، حيختلف باستخدام الراوند ريبن حيختلف. طبعا هنا احسب متوسط، ثلاثه هنا شاشه عباره عن مجموعه تكست بوكس وتحسب الالجوريثمز، يعني هذا برنامج حكيت تشوفوه في الكتاب باستخدام استخدموا فيه فيجوال بيزك، يعني لو واحد بيدير مشروع تخرج عادي نديروا مشروع تخرج يعني عادي نزيد نطوروا فيه اكثر، يعني في تطويرات اكثر حتكون.